هلو جنتلمان، كيف الحال؟ شو اخباركم؟ عساكم طيبين ان شاء الله. عجبتكم عجبكم التصوير؟ بس 6 الحين تقييم. اول شيء الشربه، الصراحه الشربه لك عليها شوي يعني مو ذاك الزود امانه يعني. تعطيها تقييم 6.5/10، مو ذاك يعني، هي مو بسيئه مره ولا ممتازه مره، في النص الصدق امانه لله. ننتقل للطالب الثاني، طاجن الدجاج. بصراحة ما عليه كلام، أمان الحلو جميل لذيذ مهبل من الآخر. والطلب الأخير اللي هو صدر الدجاج، شيء من فوق حلو، من تحت حلو، في النص كذا حامض، ما أعرف كيف أوصلكم يعني، هو مو بحامض يعني، في نكة ملوحة شوي، فاهمين علي؟ مرة جنن صراحة، ما عليه كلام أبدا، 10/10 بدون منازع صراحة. أما الكوكتيل وش أحكي لك؟ والله دمار كتير، كتير مطعم طبعا، مرة دمار يعني. تعرف العصير هذاك اللي يجيك حامض حلو بس خلطته جميلة جدا، حاطين شي فيه عجيب صراحة، طلع بالأخير أناناس وليمون بس مرة بطل. أما بالنسبة صراحة للديكور، والله ديكور مرة بطل، تحس إنك في المغرب، معيش الجو المغربي زي الحلاوة يعني. أما بالنسبة للسبا صراحة، مقدمين طعام مرة بطلين صراحة، الجو مرة بطل أمانة. بالنسبة للسعر، السعر صراحة مناسب جدا، مطعم راقي هادي جميل جدا مرة يعني، ما يعلى عليه، حلو صراحة. كان استقبالهم مرة جميل وأكلهم مرة طيب، تقييمي أنا الشخصي صراحة إنه يستاهل 9/10 أمانة، وهذا بسبب الشوربة صراحة. ولا أما الأكل الآخر صراحة مرة يهبل، انا راح احط لكم موقعهم الحين ومواقع التواصل. وصف المطعم جميل جدا، اكتب بس في جوجل ماب مطعم مينار وراح يطلع لك في جوجل ماب على طول، وهو على طريق انس بن مالك، طريق انس بن مالك مع تقاطع الملك فهد، موقع هناك بالضبط. اتمنى الزيارة عجبتكم، واتمنى منكم ان تكون الزيارة عجبتكم، وأتمنى يكون عجبكم المطعم، وإن شاء الله راح يعجبكم. جربوا، نصيحة مني لكم، تحياتي لكم، وأما الآن تصبحون على خير.